أولا لم نتخذ قرارا بعد في القوات اللبنانية بأن أترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية. بس بعيدا عن هذه النقطة، قل لي من من الطبقة السياسية اللبنانية كلها لم يكن موجودا في الحرب اللبنانية. النقطة الثانية، عندما يكون شعبك في حالة حرب، يعني هل هي بطولة أن تكون خارج الحرب أم بطولة أن تكون داخل هذه الحرب بالرغم من كل ما يقال؟ البطولة أن تكون مع شعبك. أنا بين الحرب كنت تلميذ طب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وبالتالي أنه كان عندي كل الحجج تكون في هذه الحرب الأهلية، ولكن لم يسمح لي ضميري بأن لا أكون فيها. هلأ موقفي كان خطأ، كان صح، هذه عائدي لي من أي زاوية تنظر الموقف، هذا بحث آخر. عم بحكي أن تكون أو لا تكون. أفترض لا سمح الله لم يكن هناك من جيش مصري في 30 يونيو ووقعت مصر في حرب أهلية، أنا برأيي البطولة من كان سيكون بغض النظر عن ما هو موقفه، لأنه كل إنسان عليه أن يجسد التزامه، وخصوصا عند الصعوبات، لا فقط أن يكون له موقف ويهرب من لبنان ويذهب إلى باريس يجلس هناك أو إلى القاهرة أو إلى سوريا وبغداد بانتظار أن تنتهي الحرب ليعود إلى بلاده. وبالتالي كل هذه المقولة ساقطة تماما، أنا أرفض كل يعني هذه النظرية. أنا أعتبر أنه من كان شرفا لي أن أتمكن من الدفاع عن بلادي بالمفهوم الذي أنا رأيته مناسبا. هلأ مفهومي للدفاع ممكن أن يكون خطأ أو صح، هذا صار بحث آخر. وبالإضافة إلى أنه كما قلت لك كل الطبقة السياسية اللبنانية كلها شاركت بشكل أو بآخر. مفهوم الطبقة السياسية كلها شاركت. إيه. تمام. شمعنى سمير جعجع؟ ليه دائما اسم سمير جعجع؟ رحلك ليه؟ لأنه عهد الوصاية أول ما أجى على لبنان سنة 90 أراد أن يسطح الأرض وأن لا يبقى لهم معارضون. جرب في مرحلة أولى أن يستميلني. بس للتذكير سنة 91 عينت وزيرا للمرة الأولى ورفض، وسنة 92 عينت وزيرا للمرة الثانية ورفض، لذلك أدخلوني السجن سنة 94. السوريين ما كان بدهم أي حدا معارض على الأرض اللبنانية، أنا لم أقبل. وحتى قلت لهم بالنهاية أنه أنا بقعد ببيتي بس ما مني مقتنع بما يجري، وسأكون معارضا ولو معارضا في قلبي. حتى لم يقبلوا بهذا، بل شنوا علي حملة شعواء إذا بدك، أدخلوني عملوا جريمة، جريمة تفجير كنيسة سيد النجاد، اتهموا القوات واتهموني فيها، أكيد عاد بيّن بعدين. حتى بالقضاء الذي كان لهم لم يستطيعوا تأكيد هذه الجريمة، أدخلوني إلى السجن بهذه التهمة، ومن ثم بدل أن يحكموني بهذه عادوا إلى أيام الحرب، وصاروا مثلا صاروا يلقطوا عنصر من القوات ويحكموه. بتعرف ليش؟ قال كان حامل سلاح ايام الحرب. حامل سلاح ايام الحرب، كل الناس كانت حامل سلاح ايام الحرب. فاذا لماذا هذه الصوره؟ لانه اشتغلت الدوله اللبنانيه والدوله السوريه من سنه 90 لسنه 2005 بمحاكمات لها طابع وشكل رسمي لاظهار هذه الصوره.